السفر للغردقه والاستعداد لمباراه الجونه، السفر لوحده في حد ذاته كان واحد من الحاجات، يعني الناس دايما بتتكلم على ممكن بعض الاخطاء التحكيميه مقصوده او غير مقصوده، دي مش قصتنا. ناس بتتكلم على ضغط وتلاحم المواسم، ناس بتتكلم على ضغط المباريات، انك انت تلعب ماتش كل 42 ساعه على مدار موسم كامل، عدد كبير جدا من الماتشات الاهلي الحقيقه كان مستنزف فيها. لكن يمكن نقطه تانية ما حدش بيتكلم عليها وما بياخدهاش في اعتباره، هو حجم الرحلات اللي الاهلي خدها جوه مصر وبره مصر عشان يلعب ماتشاته. وده واحد من العوامل، الواحد لما بيسافر سفريه حتى جوه مصر هنا، حتى لو رايح اسكندريه، رايح الاسماعيليه، رايح حتى قريبه، بيحتاج يوم يرتاح من المشوار. انا بكلم حضراتكم على مشوار بسيط، ما بال حضراتكم بكم الكبير جدا، تروح اسكندريه وترجع القاهره عشان تروح الغردقه، تسافر بره مصر، تروح قطر، تروح جنوب افريقيا، تروح المغرب، تروح وتروح وتروح، انا مش عايز النيجر والكونغو وتنزانيا والسودان، كم الرحلات اللي عاشها او عاشتها، الوقت اللي عاشه فرقه النادي الاهلي في الطيارات او في الاتوبيسات عشان يسافروا يلعبوا ماتشات. ده في حد ذاته واحد من الحاجات اللي الحقيقه ارهقت الفريق بشكل كبير جدا. خلينا نروح مع حضراتكم للغردقه وزميلنا فاروق صلاح، 24 ساعه تقريبا قضيتها الفرقه في الغردقه، نتكلم على معسكر الفريق المغلق واستعداداته لمواجهه الجونه وتفاصيل مباراه النهارده مع زميل عزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا عايز اشيد بالنقطه اللي انت اثرتها زميلي العزيز احمد سمير، كم الرحلات، كم السفريات اللي النادي الاهلي خاضها هذه الفتره او الفتره الماضيه شكلت عبء كبير جدا، وكثير من الاحمال والضغوطات على لعيبه النادي الاهلي زي ما اتكلمت على النيجر، السودان، تنزانيا، الكونغو، تونس، جنوب افريقيا، قطر، المغرب، كم رحلات كبير جدا خاضوا النادي الاهلي خارجيا الى جانب الرحلات الداخليه اكيد شكلت عبء كبير جدا. لكن دايما التحديات اللي احنا بنقول عليها والبطولات اللي بياخدها النادي الاهلي هي دي طبعا اللي بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي دي اللي بتخلي النادي الاهلي منذ عام 1907 حتى هذه الاثناء او هذه اللحظه هو النادي الاهلي، هو رقم واحد في افريقيا، هو رقم واحد في مصر، هو رقم واحد في الوطن العربي. طبعا لو هنتكلم بقى زميلي العزيز على مباراه الجونه، المباراه خلاص قبل الاخيره في الدوري المصري، عايز اكد لك ان لعيبه النادي الاهلي بتتمسك بالامل، لعيبه النادي الاهلي عندها الامل، لسه لعيبه النادي الاهلي مركزه، عندنا مرحلتين، عندنا مباراتين مهمين جدا امام الجونه النهارده، ثم الختام امام فريق اسوان، نظرا طبعا لاهميه المرحله كابتن واسوان، طبعا نظرا لاهميه المرحله كابتن محمود الخطيب مرافق للفريق موجود معاهم من الامس، السفر كان للغردقه على متن طائره خاصه، كابتن خطيب موجود النهارده، هيكون موجود ايضا مع اللاعبين في المباراة، موجود مع اللاعبين في الفندق اللي قام من الامس واليوم. طبعا اجتماعات مستمره بتتم ما بين الجهاز الاداري للنادي الاهلي، وعايز برضو من خلالك اوضح نقطه مهمه جدا، ان الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي كان حصل على تطعيم لقاح كورونا، هيتبقى فقط اللاعبين ان شاء الله عقب نهايه مباراه الدوري هيكون لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني يتلقوا لقاح كورونا. طبعا الجهاز الفني او الجهاز الطبي فضل ان هو التطعيم يتاخر لبعد البطوله الافريقيه، وان انا اخلص يعني انهي المشوار الافريقي ومشوار الدوري باذن الله، هيبدا اللاعبين يتلقوا تطعيم كورونا النهارده كواليس اليوم. اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني يعني كانت في تمام الساعه 5 والنصف. طبعا خلالها مستر بيتسو موسيماني شرح للاعبين يعني نقاط القوه والضعف في فريق الجونه اللي شدد عليها بالامس. طبعا زميلي احمد عارف ان اجواء ملعب الجونه ملعب دايما مليء بتيارات الهواء، يعني في امور كتير جدا مع ارتفاع الرطوبه مع ارتفاع درجات الحراره، مستر بيتسو موسيماني كان حريص جدا ان هو يشتغل على الكرات الثابته وضروره استغلال الكرات الثابته في هذا الملعب، شدد على اللاعبين بضروره استغلال انصاف الفرص، عايزين ننهي الدوري بشكل كويس ان شاء الله، لسه متمسكين بالامل. طبعا كان في اجتماع النهارده ما بينه وما بين الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، عايز يطمن برضو على بعض اللاعبين اللي غائبين للاصابه، يعني اقدر اقول لك ان حمدي فتحي ان شاء الله يعني عقب العوده من رحله الجونه هيتم اجراء اختبار طبي لحمدي فتحي ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في مباراه اسوان. طبعا بدر بنون طبعا بيغيب النهارده طبعا ليه بعد يعني عنده الام في الاسنان واجرى عمليه في الاسنان، وفضل الجهاز الطبي انه يديله راحه النهارده. طبعا طاهر محمد طاهر بيغيب للحصول على الانذار الثالث في وسط هذا الكم من الغيابات، وليد سليمان وجونيور اجايه، لكن لعيبه النادي الاهلي مركزه. بطمنك زميلي احمد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هنشوف ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله النهارده ويحققوا الفوز،
برضه يعني انا عايز اقربك اكتر من فريق الجونه، لكن انا معاك في نقطه الاهلي لو في اي استفسار او اي لا نسمع. انا عارف الأهلي. انك انت عندك التشكيل اقرب لفرقه الجونه النهارده. بالفعل زميلي احمد نقدر نقول التشكيل الاقرب لفريق الجونه من المران الاخير للكابتن رضا شحاته هيكون محمود الغرباوي اللي بيعود لحراسه المرمى طبعا نظرا لحصول احمد عادل عبد المنعم للطرد في اللقاء الاخير. هيكون في حراسه المرمى محمود الغرباوي، هيكون قدامه اثنين مساكين محمد نجيب ومحمود الجزار، في اليمين محمد عبد الجواد، في الشمال عمرو سعداوي، في نص الملعب هيلعب بالكابتن رضا شحاته بثلاثه عربي بدر وناصر محمد ناصر وعمرو عبد الفتاح، قدامهم ثلاثه اسلام عبد النعيم عمرو بركات وكريم الطيب. ده التشكيل والملامح التشكيل المتوقع لفريق الجونه طبقا لاخر تدريب للكابتن رضا شحاته. فاروق صلاح زميل عزيز طبعا من الغردقه ومن الجونه تحديدا، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لفريق نادي الاهلي النهارده.